عندي هون هون بتصير البروسيس، بس هاي البروسيس صارت كونتينيوس، صار المحلول او الماده اللي عمالها بتدخل من هون كونتينيوسلي مباشر، عمالي بعمل عليها هذا التغيير وبترد بتطلع مره ثانيه. هذا طبعا بطلت انا اوقف وانظف وافضي وارد اشتغل مره ثانيه، العمليه هون صارت ماس برودكشن، كميات هائله، صرت اقدر اسحب كميات، زي مثلا لو عندي مصفاه مثلا مصفات البترول او شيء زي هيك، بمر كميات من هون بعمل عليها البروسيس وبغير عليها اللي بدي اياه كونتينيوسلي. يمكن يكون في هيتنج هون، يمكن يكون في بريشر، يمكن يكون في ميكسينج، بس هون الفكره كلها اختلفت. هون صار الكنترول سيستمز او البروسيس كنترول مهم، لانه يعني صار عندي السائل هذا عماله بمر بشكل سريع، التغيرات عمالها بتصير بشكل سريع وبدي استجيب لهي التغيرات بشكل سريع. عاده هاي بنستخدمها للارج كوانتيتيز وان برودكت. رح تشوفوا في امثله، بنطلع على امثله مختلفه على الشيئين، على الباتش بروسيس وعلى الكونتينيوس بروسيس. الكونتينيوس بروسيس عندي العمليه مستمره باستمرار، بدي اكون استجابتي للتغيرات سريعه، لانه برضه الكميه اللي موجوده هون كمان قليله، اللي عمالها بتمر من هون قليل، فلو صار تغير بدرجه الحراره او زياده بدرجه الحراره ممكن تاثر على هذا البرودكت. هون عندي تايم كونستانت، تايم كونستانت على فكره بيساعدني احيانا، اذا عندي هون تايم كونستانت بيساعدني بخفف من سرعه هاي التغيرات اللي عمالها بتصير.